السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم النهاردة مع الفيديو التاني في عمل البلوفر. احنا كنا عملنا الفيديو الاول وكان الظهر، دلوقتي هنعمل مع بعض الكم. طيب هنبدأ وهنشتغل الكم بالتفصيل من اول البليسي، وبعد كده هنشوف الضفيرة بنشتغلها ازاي، وهنشوف العدد اللي احنا هنبدأ بيه قد ايه، وهنزود كام غرزة. يعني انا شارحه كل حاجه بالتفصيل في الفيديو، فانا معلش انا بعتذر عشان الفيديو طويل شويه، بس بجد بجد غصب عني لاني الضفيره مهمه جدا ان انا لازم اشرحها بالتفصيل. وبعد ما نخلص الضفيره هنوصل للحرده، حرده الكم عندي انا كنت عاملاها قبل كده بس هشرحها مره تانيه، ونبدا ان شاء الله في عمل الكم. بسم الله. انا هنا بدأت واشتغلت 22 سطر، 2 عدل و2 مقلوب، يعني غرزتين عدل وغرزتين مقلوب. طيب انا بدأت بكام غرزة؟ بدأت ب50 غرزة على ابرة رقم 3. اشتغلت 22 سطر، وصلنا مع بعض ان احنا هننقل على ابرة مقاس 4.5. ناخد بالنا ان انا مش هنقص ولا غرزة. طب ليه انا مش هنقص؟ عشان انا هعمل ضفيرة في الكم، والضفيرة عامة بتلم معايا الشغل، فعشان كده أنا مش هنقص من الخمسين أي غرزة. يبقى أنا عملت الخمسين غرزة على إبرة مقاس 3، اشتغلت 22 سطر. هنبدأ مع بعض وهننقل على إبرة 4.5. بالإبرة دي إحنا هنكمل الشغل لغاية ما يخلص عندي الكم. محتاجين إبرة ضفيرة، كمان محتاجين دبوسين علشان نحدد عدد غرز الضفيرة، وطبعا احنا هنشتغل غرزة الارز المزدوجة. هنبدأ مع بعض في السطر الاول. طيب مع بعض نقسم الخمسين غرزة، اول اتنين واخر اتنين هيكونوا غرز الحافة. اول اتنين هنشتغل اول واحدة منهم، هتكون غرزة عدل من اللفة الامامية، ودي اما نيجي نشتغلها في الخلف هتكون اخر غرزة، دي هننقلها من غير ما نشتغلها. طب الغرزة التانية هشتغلها غرزة عدل من اللفة الامامية، ودي شغلها في السطور الخلفية هنشتغلها غرزة مقلوب. يبقى الاتنين دول قلنا شغلهم في الامام وشغلهم في الخلف ثابت ما بيتغيرش. خلاص بعد كده هنبدأ 8 غرز بس لغرزة الارز المزدوجة، واحنا شفنا مع بعض طريقة شرحها في الفيديو الاول، وانا هنزل لكم الرابط مره تانيه عشان اللي ما شافش يشوفه ويشوف طريقه الغرزه. كده انا خلصت 8 غرز بغرزه الارز المزدوجه، ودول هيكونوا ثابتين عندي شغلهم. بعد ما خلصت الثمان غرز ناخد بالنا كويس قوي ان الثمانية دول هيزيدوا معايا بعد كده علشان انا هزود غرز للكم. يبقى اول غرزتين خلاص قلنا شغلهم ايه، الثمان غرز دول هيكونوا غرزة الارز المزدوجة وهيزيدوا بعد كده، لان احنا في الكم بنزود غرز. طيب بعد كده انا هعمل ايه؟ انا هحط الدبوس الاول علشان ابدأ احدد غرز الضفيرة. عندي غرز الضفيرة هيبقوا 30 غرزة. اول غرزتين هيكونوا عندي 2 بالغرزة المقلوب، بعد كده 12 غرزة بالغرزة العدل. نركز مع بعض كويس في غرز تقسيمة الضفيرة. أنا اللي يهمني في شغل الكم هي غرز الضفيرة، لكن غرزة الأرز المزدوجة أنا شرحتها قبل كده. يبقى احنا بدأنا غرز الضفيرة باتنين بالغرزة المقلوب، دلوقتي بنشتغل 12 غرزة بالغرزة العدل. كده خلصت ال 12 غرزة بالغرزة العدل، هشتغل 2 بالغرزة المقلوب، بعد كده 12 غرزة بالغرزة العدل. وناخد بالنا
اني ما اجي اشتغل السطور الخلفية هشتغل الغرز المقلوب هشتغلها مقلوب، والغرز العدل هشتغلها عدل، بمعنى ان انا هشتغل على حسب ما انا شايفة. يعني انا شايفة الغرزة مقلوب هشتغلها مقلوب، شايفها عدل هشتغلها عدل. او دلوقتي هشتغل اخر غرزتين في غرز الضفيرة، هشتغلهم اتنين بالغرزة المقلوب، ويبقى كده عندي غرز الضفيرة وعددها 30 غرزة اشتغلتهم. ناخد بالنا ان بعد 30 غرزة هحط الدبوس التاني وهكمل 8 غرز بغرزة الارز المزدوجة اللي احنا ماشيين، يا نبدأ باتنين عدل واتنين مقلوب، يا اتنين مقلوب واتنين عدل على حسب ما انتوا عايزين. ويبقى كده خلص الثمان غرز اللي انا ثابتين عندي بنشتغلهم بغرزة الارز المزدوجة. هنعكس الشغل كل سطرين مرة تانية، الشرح موجود في الفيديو الاول. طيب بعد ما خلصت الغرز كلها تبقى عندي غرزتين بس على الابرة الشمال. ناخد بالنا ان الغرزتين دول شغلهم ثابت في الامام، وبرضه هقول لكم في الخلف هيكونوا ازاي. هشتغل غرزة عدل، وبعد كده الغرزة الأخيرة هنقلها من غير ما اشتغلها، والخيط بيكون قدام الشغل. طب الغرزتين دول شغلهم ازاي؟ أول غرزة هشتغلها غرزة عدل من اللفة الخلفية، وبعد كده غرزة مقلوب، وأكمل بقية السطر، وكده يكون السطر الأول عندي انتهى. هنبدأ السطر التاني هو السطر الخلفي، وأول غرزة دايما سواء في السطر الأمامي أو السطر الخلفي بناخدها غرزة عدل من اللفة الخلفية. تاني غرزة هتبقى عندي غرزة مقلوب، ودي ثابت في السطور الخلفية برضو، والغرزة اللي قبل الأخيرة هنشتغلها غرزة مقلوب. بعد كده الغرزتين اللي أنا اشتغلتهم في الأول أنا هكمل بعد كده غرز الأرز المزدوجة. وبالنسبة لغرز الضفيرة زي ما قلت لكم إن السطور الخلفية احنا بنشتغلها على حسب النظر. انا حبيت اوريكم بس طريقة الغرزتين اللي في الاول علشان تعرفوا الشغل هيكون ازاي. انا لسه مكملة في غرز اللي هي 8 غرز بنشتغلهم بغرزة الارز المزدوجة. كده خلصوا، هننقل الدبوس، وبعد كده هنبدأ في 30 غرزة اللي هم غرز الضفيرة. هنبدأ باتنين عدل اللي احنا اشتغلناهم اتنين مقلوب في السطور الأمامية، وبعد كده 12 غرزة مقلوب، والاتناشر غرزة احنا اشتغلناهم في السطور الأمامية عدل، بمعنى ان احنا بنمشي على حسب ما انا شايفة الغرزة. الغرزة المقلوب هشتغلها مقلوب، الغرزة العدل هشتغلها عدل، ده ثابت في كل السطور الخلفية بالنسبة لغرز الضفيرة. غرز الضفيرة 30 غرزة انا مش بزود عنهم اي غرزة. يبقى مرة تانية غرز الضفيرة في السطور الخلفية بنشتغلها على حسب ما احنا شايفين الغرزة، نركز بس في السطور الأمامية. انا حبيت بس اوريكم شغل السطر التاني اللي هو السطر الخلفي، لكن السطور الخلفية شغلها سهل جدا ما فيهوش اي صعوبة. وغرز الارز احنا عارفين ان احنا بنعكس كل سطرين، يعني احنا ماشيين اتنين عدل واتنين مقلوب وبنعكس شغلنا كل سطرين. يبقى انا معاكم لسه بخلص في غرز الضفيرة، وصلت لاخر غرزتين من غرز الضفيرة اشتغلهم اتنين عدل، وبعد كده هننقل الدبوس التاني وهنكمل بقية السطر بغرزة الارز. لكن اخر غرزتين هتبقى غرزة مقلوب، والغرزة الاخيرة بنقلها من غير ما اشتغلها. ودلوقتي هنشتغل السطر التالت السطر الامامي.
هناخد بالنا ان السطر التالت هيختلف في طريقة شغل غرزة الأرز المزدوجة، لكن هو ثابت عندي في غرز الضفيرة. يبقى احنا هنبدأ زي ما قلت لكم في غرزة الأرز المزدوجة، بنعكس كل سطرين. تاني انا مش هطول عليكم وهشرح مرة تانية غرزة الأرز المزدوجة، انا اللي يهمني الضفيرة. يبقى السطر التالت شغل غرز الضفيرة بالضبط زي غرز السطر الأول. هنبدأ مع بعض السطر الخامس، ناخد بالنا ونركز ان السطر الخامس هنبدأ نعمل ضفيرة. طب انا اشتغلت السطر الرابع ازاي؟ زي السطر التاني بالضبط، غرز الضفيرة، السطور الخلفية بالضبط زي السطر التاني. يبقى هنركز وهنشوف الضفيرة احنا هنعملها ازاي في السطر الخامس. وعلشان نبدأ نعمل ضفيرة يبقى اكيد محتاجين نستخدم في السطر ده ابرة ضفيرة. هنشوف مع بعض ازاي. طيب بعد ما خلصنا واشتغلت خلاص غرز الارز المزدوجة، ممكن ننقل الدبوس او نشيله خالص يعني براحتكم. فانا هشيله خلاص لان انا حددت خلاص غرز الضفيرة وعرفتها. هنبدأ في غرز الضفيرة وهشتغل اول غرزتين، هيكونوا عندي اتنين مقلوب. بعد كده هيبقى ست غرز بالغرزة العادية. انا كده خلصت ست غرز بالغرزة العدل، هعمل ضفيرة يمين من ست غرز. هنشيل تلات غرز على ابرة الضفيرة واحطهم خلف الشغل علشان انا هعمل ضفيرة يمين. هشتغل تلات غرز بالغرزة العدل هرجع مرة تانية التلات غرز من على ابرة الضفيرة، ارجعهم على الابرة الشمال عشان اشتغلهم بالغرزة العدل. يبقى هنبدأ بعد ما رجعناهم هنبدأ نشتغل التلاتة بالغرزة العدل. ويبقى كده عندي الضفيرة اليمين من ست غرز كده خلصوا. انا عملت ضفيرة يمين من ست غرز. طيب هشتغل بعد كده ايه؟ هشتغل غرزتين بالغرزة المقلوب. ودلوقتي هنعمل ضفيرة شمال برضو من ست غرز. هنشيل تلات غرز على ابرة ضفيرة، بس المرة دي التلات غرز انا مش هحطهم خلف الشغل، انا هحطهم امام الشغل. يبقى هنحط التلات غرز امام الشغل وهشتغل بعد كده تلات غرز بالغرزة العدل. بعد ما خلصنا التلات غرز بالغرزة العدل هننقل التلات غرز من على الإبرة الضفيرة مرة تانية على الإبرة الشمال، وشغلي هيكون برضو بالغرزة العدل. كده انا خلصت الضفيرة الشمال عملتها برضو من ست غرز. طيب هكمل الشغل ازاي؟ هشتغل ست غرز بالغرزة العدل. وبعد ما نخلصهم هيبقى عندي غرزتين بس، الغرزتين دول انا هشتغلهم بالغرزة المقلوب. ويبقى كده التلاتين غرزة عندي كده خلصوا. التلاتين غرزة اشتغلتهم وعملت ضفيرة يمين وضفيرة شمال. طيب بعد ما خلصت شغل الضفيرة بقية السطر هنكمله بغرزة الأرز المزدوجة. ناخد بالنا ان انا مركزة تركيز كبير على الضفيرة بس، يهمني في الكم هو الضفيرة. ودلوقتي معاكو هنشتغل السطر السابع. طب شغل السطر السادس كان ايه؟ كان زي شغل السطر التاني بالظبط. وبعد ما خلصنا
أول الثمان غرز اللي هي خاصين بغرز الأرز المزدوجة والغرزتين الثابتين عندي في أول السطر، هنبدأ في غرز الضفيرة وهاجي أشتغل أول اتنين هيكونوا بالغرزة المقلوب، هشتغل تلات غرز بس بالغرزة العدل. ودلوقتي هننفذ مع بعض ضفيرة يمين من ست غرز، هشيل تلات غرز على إبرة الضفيرة وأحطهم خلف الشغل وهشتغل التلاتة التانيين بالغرزة العدل. يبقى أنا شلت تلات غرز وحطيتهم خلف الشغل وهشتغل تلاتة بالغرزة العدل. هرجع مرة تانية التلات غرز من على إبرة الضفيرة على الإبرة الشمال وشغلي هيكون برضو بالغرزة العدل. وبكده اكون خلصت الضفيرة يمين من ست غرز، هشتغل بعد كده تلات غرز بالغرزة العدل، اتنين بالغرزة المقلوب، تلات غرز بالغرزة العدل، وهنعمل دلوقتي ضفيرة شمال من ست غرز، نشيل تلات غرز على إبرة الضفيرة ونحطهم قدام الشغل، بعد كده هشتغل التلات غرز التانيين هشتغلهم عدل. هنرجع مع بعض التلات غرز من على إبرة الضفيرة على الإبرة الشمال وبرضو هشتغلهم بالغرزة العدل. وبكده اكون خلصت ضفيرة شمال من ست غرز، هنكمل مع بعض وهشتغل تلات غرز بالغرزة العدل، ووصلت لاخر غرزتين في غرز الضفيرة هشتغلهم اتنين بالغرزة المقلوب، ويبقى كده عندي تلاتين غرزة لغرز الضفيرة قسمناهم مع بعض في السطر السابع، وعملنا ضفيرة شمال وضفيرة يمين، بدأنا بضفيرة يمين وبعد كده انتهينا بضفيرة شمال. وبكده يكون عندي السطر السابع انتهى. افكركم ان بقيه السطر هنشتغله بغرزه الارز المزدوجه، والسطر الثامن زي السطر الثاني بالظبط. وصلت معاكم للسطر التاسع، وده اول سطر هنبدا نزود غرز الكم، هنشتغل غرزه حفه. بعد الغرزه دي هيبقى في عندي خيط واصل ما بين الغرزه الاولى والثانيه، انا هرفعه على الابره الشمال. طيب طريقه شغله هيكون ازاي؟ هشتغلوا غرزة عدل من اللفة الخلفية. طيب لو في أي صعوبة بطريقة الزيادة ديت ممكن تشتغلوا تعملوا الزيادة بأي طريقة. ناخد بالنا إن بعد كده هنشتغل الغرزة اللي بعديهم غرزة عدل، بس هنثبت برضو أول غرزتين بنفس الطريقة، الغرزة الثالثة هتخش معايا من ضمن غرز الأرز المزدوجة. ناخد بالنا كويس قوي من اللي انا بقوله علشان الغرزة ما يبقاش فيها اي لخبطة. يبقى بعد ما عملنا الزيادة هنثبت اول غرزتين زي ما احنا ماشيين من اول سطر، الغرزة الثالثة هتخش مع غرز الارز المزدوجة، هنكمل غرز الارز المزدوجة وبعد كده نوصل لغرز الضفيرة، وبرضو هنعمل ضفيرة في السطر التاسع. كده انا خلصت اول غرز السطر التاسع، هنبدأ نعمل غرز الضفيرة. اول اتنين هنشتغلهم اتنين بالغرزة المقلوب، وهنبدأ من اول هنا نعمل ضفيرة يمين من ست غرز، هنشيل تلات غرز على ابرة الضفيرة ونحطهم خلف الشغل، وبعد كده هشتغل التلات غرز التانيين هشتغلهم بالغرزة العدل. يبقى مع بعض هنرجع الغرز من على إبرة الضفيرة على الإبرة الشمال وهشتغلهم بالغرزة العدل.
يبقى انا كده عملت ضفيرة يمين من كام غرزة؟ من 6 غرز. طيب هشتغل ازاي؟ هشتغل 6 غرز بالغرزة العادل. بعد كده هشتغل 2 بالغرزة المقلوب، 6 غرز بالغرزة العدل. بعد كده هنعمل ضفيرة شمال من 6 غرز، هنشيل برضو 3 غرز على إبرة الضفيرة ونحطهم قدام الشغل، وهشتغل 3 غرز بالغرزة العدل. إيه، هرجع الغرز على إبرة الضفيرة وعددهم 3 غرز، هرجعهم على الإبرة الشمال وهشتغلهم بالغرزة العدل. وبعد ما خلصت الضفيرة الشمال اتبقى عندي من غرز الضفيرة غرزتين بس هشتغلهم بالغرزة المقلوبة، ويبقى كده 30 غرزة. كده عندي خلصوا. شوفنا مع بعض تقسيمة السطر التاسع كانت ازاي. ناخد بالنا ان في عندي بعد كده في نهاية السطر هنزود غرزة، طبعا دي الغرز اللي احنا بنزودها لكم، وكده هنكمل بقية السطر بالظبط بغرزة الأرز المزدوجة وهنزود غرزة في الآخر. طيب بعد ما اشتغلت السطر العاشر وكان شغله ازاي السطر التاني، هكمل الشغل ازاي؟ هاجي اكرر من السطر الخامس حتى السطر العاشر، هكررهم مرة واحدة بس. ده بالنسبة لغرز الضفيرة اللي هي 30 غرزة، لكن الغرز اللي هي خاصة بغرزة الأرز المزدوجة ده شغلها ثابت، انا ملياش دعوة بيها خالص. انا هكرر بس النموذج بتاع غرزة الضفيرة من السطر الخامس حتى السطر العاشر، بس مش هيبقى فيه اي زيادة للغرز. ناخد بالنا كويس قوي من النقطة دي. وده الشكل النهائي بعد ما كررنا السطور من السطر الخامس حتى السطر العاشر. هاجي بعد كده هشتغل السطر ده بالظبط نفس تقسيمة السطر الخامس، بس يبقى هنشتغل وهننفذ السطر الخامس بس، بعد كده هيبقى فيه شغل عندي مختلف. ناخد بالنا ان الاختلاف بعد كده هيكون بس في غرز الضفيرة، مفيش اي اختلاف في الغرز اللي هي خاصة بالغرزة الارز المزدوجة، سواء اللي احنا بنبدأ بيها السطر او بنختم بيها السطر. وهنشوف مع بعض الشغل هيكون ازاي. انا كده خلصت الغرز اللي في بداية السطر اللي هي خاصة بغرزة الارز المزدوجة، وبعد ما خلصنا هنبدأ مع بعض في 30 غرزة اللي هي خاصة بغرز الضفيرة، وهنبدأ اول غرزتين هيكونوا عندي بالغرزة المقلوبة. هشتغل 6 غرز بالغرزة العدل، 6 غرز، هنشيل 3 غرز على إبرة الضفيرة ونحطهم خلف الشغل. بعد كده هاجي واشتغل 3 غرز بالغرزة العدل. هرجع 3 غرز من على إبرة الضفيرة، رجعهم مرة تانية على الإبرة الشمال واشتغلهم بالغرزة العدل. طيب انا كده خلصت، عملت ضفيرة يمين من 6 غرز، هشتغل 2 بالغرزة المقلوب وهشتغل ضفيرة
شمال من 6 غرز برضو 3 غرز على إبرة الضفيرة ونحطهم قدام الشغل، وبعد كده هشتغل ال3 غرز التانيين بالغرزة العدل. هرجع ال3 غرز من على إبرة الضفيرة، هرجعهم على الإبرة الشمال وهشتغلهم بالغرزة العدل. كده الضفيرة الشمال عندي كده خلصت، هشتغل بعد كده 6 غرز بالغرزة العدل. اخر غرزتين هشتغلهم بالغرزة المقلوب، ويبقى كده عندي السطر اللي احنا بدأنا بيه ويعتبر اللي هو بالضبط زي السطر الخامس. كده عندي انتهى، شفنا مع بعض تقسيمة السطر هيكون ازاي. طيب انا بعد كده هكمل السطر بغرزة الارز المزدوجة، وهشتغل السطر الخلفي هيكون برضو ماشيين على حسب ما احنا ماشيين، غرز الضفيرة زي السطر التاني بالضبط. وبعد ما خلصنا السطر الخلفي هنيجي نبدأ من أول السطر ده نعمل الزيادة التانية، وهنزود غرزة في أول السطر وغرزة في آخر السطر بنفس الطريقة اللي احنا شفناها مع بعض. وبعد ما نخلص الزيادة هنبدأ نكمل شغلنا على حسب ما احنا ماشيين. هرجع مرة تانية أقول إن انتوا ممكن ما تلتزموش بطريقة الزيادة دي وتزودوا الطريقة اللي انتوا متعودين عليها. كده أنا خلصت وعملت غرزة جديدة، وبرضو هيبقى أول غرزتين ثابتين عندي طريقة شغلهم من السطر الأول. الغرزة التالتة أنا هدخلها مع غرز الأرز المزدوجة. طيب انا كده خلصت الغرز اللي هما ثابتين عندي، نقلنا لغرز الضفيره. اول غرزتين انا مش هشتغلهم مقلوب، انا هدخلهم في غرز الارز المزدوج. يبقى من اول السطر ده الغرزتين دول خلاص داخلين مع غرزه الارز المزدوج. من اول هنا هنبدا نعمل ضفيره عددها 4 غرز، هنشيل 3 غرز على ابره الضفيره ونحطهم قدام الشغل. طيب الغرزة الرابعة انا هشتغلها ايه؟ هشتغلها بالغرزة المقلوب. يبقى ناخد بالنا من ال4 غرز دولم، لان دولم هنعمل عليهم ضفيرة شمال. هرجع تاني ال3 غرز هشتغلهم كلهم بالغرزة العدل. يبقى ال3 غرز دولم هشتغلهم بالغرزة العدل. يبقى مرة تانية احنا عملنا ضفيرة شمال من 4 غرز، شلنا 3 غرز حطيناهم قدام الشغل، واشتغلنا الغرزة الرابعة مقلوب، رجعنا ال3 غرز اشتغلناهم بالغرزة العدل. بعد كده انا هكمل ايه؟ انا هشتغل بالغرزة العدل لغاية ما اوصل لاخر 6 غرز من غرز الضفيرة. يبقى انا هبدأ من اول هنا هشتغل بالغرزة العدل لغاية ما اوصل لاخر 6 غرز. طيب كم غرزة احنا بنشتغلهم في السطر دوت عدل؟ هما 18 غرزة بس. 18 غرزة هيبدأوا يقلوا معايا في كل سطر أمامي غرزتين. يبقى أنا هشتغل 18 غرزة عدل لغاية ما أوصل لآخر 6 غرز في غرز الضفيرة. انا كده وصلت لاخر 6 غرز في غرزة الضفيرة، هعمل ضفيرة يمين من 4 غرز، هشيل غرزة واحدة بس واحطها خلف الشغل، وهشتغل 3 غرز بالغرزة العدل. وبعد كده هرجع غرزة اللي على ابرة الضفيرة ارجعها على الابرة الشمال وهشتغلها بالغرزة المقلوب. يبقى هنشتغلها غرزة مقلوب، ويبقى كده الضفيرة اليمين عندي كده خلصت. اتبقى عندي غرزتين دول ما هدخلهم في غرزة الأرز المزدوجة. طيب يبقى أنا كده عملت ضفيرة
دي شمال من 4 غرز ودي يمين من 4 غرز، هيبدأوا كل سطر يقربوا من بعض لغاية ما يتلاقوا هما الاتنين مع بعض. يبقى الغرزتين دول انا هعمل فيهم ايه؟ انا هدخلهم مع الغرز اللي في اخر السطر، وهشتغلهم من هنا، هشتغلهم غرزة الارز المزدوجة. وفي نهاية السطر احنا هنزود غرزة علشان الغرز اللي احنا بنزودها للكم. ايه هنبدأ مع بعض السطر الامامي. انا ماشية معاكم شغل السطور الامامية بالتدريج، السطور الخلفية شغلها ثابت. دايما غرز الضفيرة احنا بنشتغل على حسب ما احنا شايفين الغرزة، لكن غرز الارز احنا برضو ماشيين على حسب نموذج العينة بالظبط. وصلت معاكو لأول غرز الضفيرة الشمال، هنيجي هنشيل 3 غرز منهم ونحطهم قدام الشغل، ونشتغل الغرزة الرابعة غرزة مقلوب. هرجع 3 غرز اللي حطيتهم قدام الشغل وهرجعهم على الإبرة الشمال وهشتغلهم بالغرزة العادية. وبعد ما خلصت غرزة الضفيرة الشمال هنبدأ وهنشتغل كام غرزة؟ هشتغل 16 غرزة عدل، وبعد كده هعمل ضفيرة يمين. هناخد بالنا ان 16 غرزة عدل اللي احنا بنشتغلهم دلوقتي كانوا 18 غرزة في السطر الامامي اللي فات. احنا بنقلل غرزتين في كل سطر امامي عشان احنا عايزين الضفيرة الشمال تتقابل مع الضفيرة اليمين. الغرز اللي احنا بنقللها دي بنشتغلها غرز ارز مزدوجة. كده انا وصلت ال4 غرز اللي هعمل عليهم ضفيرة يمين، هشيل غرزة وحطها خلف الشغل وهشتغل 3 غرز بالغرزة العدل. هرجع الغرزة على الإبرة الشمال مرة تانية وهشتغلها بالغرزة المقلوب. ويبقى عندي كده غرز الضفيرة قلت غرزتين. احنا مش بنلغيهم يعني بنقصهم من الشغل كله، لا احنا بنقصهم من غرز الضفيرة وبنرجعهم لغرزة الأرز المزدوجة. هنبدأ نقلل لغاية ما يبدأوا الضفيرة الشمال تتقفل مع الضفيرة اليمين. هنشتغل السطر الامامي وبرضو ماشيين بنفس النظام. اول السطر احنا بنبدأ بغرزة الارز المزدوجة وبعد كده نوصل لغرز الضفيرة. ناخد بالنا ان الغرزة المقلوب احنا بنمشيها على حسب نظام غرزة الارز المزدوجة. هنبدأ من اول 3 غرز اللي احنا بنشتغلهم غرزة عدل في السطر الامامي اللي فات، هما دول من احنا هنبدأ نعمل عليهم ضفيرة شمال، هنشيلهم وناخد الغرزة الرابعة ونشتغلها غرزة مقلوب، وبعد كده هنرجع 3 غرز من على ابرة إبرة الضفيرة نرجعهم على الإبرة الشمال ونشغلهم بالغرزة العدل. يبقى إحنا دايما بنبدأ غرزة الضفيرة سواء الشمال أو اليمين من ال3 غرز اللي إحنا بنشتغلهم بالغرزة العدل في السطر اللي قبله اللي هو السطر الأمامي اللي قبله. يبقى أنا كده عملت ضفيرة شمال، هبدأ أشتغل كام غرزة؟ هشتغل 14 غرزة بالغرزة العدل، وبعد كده هعمل ضفيرة يمين. يبقى مرة تانية افكركم ان احنا ماشيين بكل سطر امامي بنقلل غرزتين من الغرز اللي موجودة في المنتصف اللي ما بين الضفيرة الشمال والضفيرة اليمين. احنا كنا بادئينهم ب 18 غرزة، دلوقتي بقوم 14 غرزة.
انا كده اشتغلتهم خلاص، هبدأ اعمل في رهيمين، هشتغل واشيل غرزة واحدة واحطها خلف الشغل، واشتغل 3 غرز بالغرزة العدل، هنرجع الغرزة من على إبرة الضفيرة ودي هشتغلها بالغرزة المقلوبة. يبقى كده عندي السطر بالنسبة لغرز الضفيرة كده خلصوا، وأنا كده منقصة برضو غرزتين، وده الشكل النهائي. هنبدأ في سطر أمامي جديد، وهنبدأ برضو بداية السطر عادية خالص ما فيهاش أي تغيير. ناخد بالنا افكركم ان احنا بنزود الغرز الكم كل 10 سطر، غرزة في الاول وغرزة في الاخر، احنا هنزود لغاية ما يوصل العدد عندي 64 غرزة. يبقى معاكو انا ماشية غرزة بغرزة علشان تعرفوا طريقة الشغل كويس. وصلت معاكو للضفيرة الشمال، هشيل برضو 3 غرز اللي هم عندي قدامي دلوقتي بالغرزة العدل، هشيلهم واحطهم قدام الشغل، وهشتغل الغرزة الرابعة هشتغلها مقلوب، وهرجع 3 غرز مرة تانية على الإبرة الشمال واشتغلهم بالغرزة العدل. طيب بعد ما خلصنا الضفيرة الشمال هشتغل كام غرزة لغاية ما اوصل الضفيرة اليمين؟ هشتغل 12 غرزة بالغرزة العدل. يبقى زي ما قلتلكوا احنا ماشيين بنقلل غرزتين ما بين الضفيرة الشمال والضفيرة اليمين. ناخد بالنا كويس قوي من طريقة شغل الضفيرة اليمين والضفيرة الشمال وامتى احنا نشتغلها. وكده خلصوا 12 غرزة بالغرزة العدل. هعمل ضفيرة بعد كده يمين، هشيل غرزة واحدة احطها خلف الشغل، واشتغل 3 غرز بالغرزة العدل. هنرجع الغرزة من على ابرة الضفيرة وهشتغلها بالغرزة المقلوبة. وبعد ما خلصنا الضفيرة اليمين هنكمل بقية السطر بغرزة الأرز المزدوجة. ولسه مكملة معاكم في شغل الضفيرة، وهنبدأ في سطر أمامي جديد، وهنبدأ مع بعض أول سطر غرزة حافة. هنيجي هنا هنزود غرزة جديدة، ونفس النظام اللي احنا ماشيين بنتبعه اما بنعمل غرزة جديدة، نراعي تقسيمة غرزة الارز عندي علشان ما يبقاش في اي لخبطة. انا كده اشتغلت غرزة الارز المزدوجة لغاية ما وصلت للضفيرة اللي انا هعملها ضفيرة شمال. هنبدأ عند اول 3 غرز عدل بنشتغلهم بعد غرز الارز المزدوجة، هنشيلهم ونحطهم قدام الشغل. وبعد كده الغرزة الرابعة هنشتغلها غرزة مقلوبة. هرجع غرز الضفيرة على الإبرة الشمال وهشتغل 3 غرز بالغرزة العدل. ياريت يكون الشغل معاكم مفهوم وواضح ان احنا ال4 غرز دول بندخلهم يعني بنعمل ضفيرة شمال وبندخلهم سطر بسطر لغاية ما يتقابلوا مع الضفيرة اليمين. كده انا هشتغل بعد الضفيرة الشمال كام غرزة؟ هشتغل 10 غرز عدل علشان اعمل الضفيرة اليمين. مهم جدا ان انتوا تركزوا احنا ازاي بنعمل الضفيرة اليمين والضفيرة الشمال وازاي هيتقابلوا، علشان كمان احنا هنعمل نفس النظام في القطعة الامامية.
انا وصلت معاكم للاربع غرز اللي هنعمل عليهم ضفيرة. يمين هشيل غرزة واحدة وحطها خلف الشغل، وهشتغل ثلاث غرز بالغرزة العيدية. يبقى نركز كويس قوي علشان نفس النظام هنعمله للجزء الامامي. هرجع الغرزة من على ابرة الضفيرة، ارجعها على الابرة الشمال واشتغلها بالغرزة المقلوبة. ويبقى لغاية هنا خلصنا شغل الضفيرة اليمين والضفيرة الشمال. بدأوا يتقابلوا والغرز اللي ما بينهم تقل، زي ما قلت لكم ان احنا بنقلل غرزتين. هكمل بعد كده بقية الصدر بغرزة الارز المزدوجة، وبرده في نهاية الصدر هنزود غرزة. وصلت معاكم لآخر غرزة، وقبل ما نشتغلها هنزود غرزة جديدة. الغرزتين اللي احنا بنزود غرزة في الاول وغرزة في الاخر لتوسيعة الكم. وهننهي بغرزة حافة، وكده يكون عندي السطاطر كده انتهى. وهنبدأ مع بعض وهنكمل بقية السطور الامامية لعمل الضفيرة. احنا بنبدأ اول السطر بغرزة الارز المزدوجة، وبنراعي تقسيمة الشغل كويس عشان ما يبقاش فيه اي لخبطة، نركز قبل ما نشتغل. بالنسبة لزيادة الكم انتوا ممكن تزودوا كل 8 سطور او 10 سطور على حسب راحتكم. وبعد ما خلصت الغرز اللي هي خاصين بغرز الأرز المزدوجة، هنبدأ نعمل ضفيرة شمال من أربع غرز. هشيل ثلاث غرز على إبرة الضفيرة هحطهم قدام الشغل، والغرزة الرابعة هشتغلها غرزة مقلوب. يبقى هبدأ أشتغل غرزة مقلوب، وبعد كده هرجع الثلاث غرز مرة تانية على الإبرة الشمال وأشتغلهم بالغرزة العادية. وبعد ما خلصت الضفيرة الشمال هبدأ أشتغل كام غرزة بالغرزة العدل. هشتغل 8 غرز بالغرزة العدل عشان أبدأ أعمل ضفيرة يمين من أربع غرز. أتمنى أن أنا ما أكونش بطول عليكم في الشرح، وأن يكون الشرح معاكم واضح، بس ياريت تركزوا معايا كويس قوي في كل سطر أمامي. أنا كده اشتغلت 8 غرز. هنبدأ نعمل ضفيرة يمين، هشيل غرزة واحدة بس واحطها خلف الشغل، واشتغل ثلاث غرز بالغرزة العدل. وبعد كده هنرجع الغرزة على الابرة الشمال مرة تانية واشتغلها بالغرزة المقلوبة. طيب انا كده خلصت وعملت ضفيرة شمال وضفيرة يمين، والغرز اللي ما بينهم بدأت تقل واصبحت 8 غرز. هنكمل بقية السطر بغرزة الارز المزدوجة، وبكده يكون عندي السطر الامامي انتهى. ومعاكم هنبدأ في سطر أمامي جديد عشان نكمل الضفيرة اليمين والضفيرة الشمال، ولازم يتقابلوا مع بعض، وأول ما يتقابلوا يبقى كده خلاص الضفيرة عندي انتهت. يبقى هنبدأ وهنشتغل غرزة الأرز المزدوجة لغاية ما نوصل لغرزة الضفيرة. وصلت معاكم لغرزة الضفيرة بعد ما خلصنا غرز الارز المزدوجة واشتغلنا، وشفنا ان هي بتزيد معايا لان انا باخد من غرز الضفيرة. هنبدأ مع بعض نعمل ضفيرة شمال من اربع غرز. هشيل ثلاث غرز واحطهم قدام الشغل، والغرزة الرابعة هشتغلها مقلوب. يبقى هنبدأ اول غرزة هتكون عندي غرزة مقلوب. هرجع بعد ما اشتغل الغرزة المقلوب ديت هرجع الثلاث غرز مرة تانية من على إبرة الضفيرة، ارجعهم على الإبرة الشمال واشتغلهم بالغرزة العادية. طيب انا كده خلصت ضفيرة شمال من اربع غرز، هشتغل كام غرزة عشان اعمل ضفيرة يمين؟ هشتغل 6 غرز بالغرزة العادية.
كده انا خلصت الست غرز، هبدأ اعمل ضفيرة يمين، هشيل غرزة واحدة واحطها خلف الشغل، هشتغل 3 غرز بالغرزة العدل. ايه، هرجع الغرزة من على ابرة الضفيرة، ارجعها تاني على الابرة الشمال واشتغلها بالغرزة المقلوبة، ويبقى كده عندي الضفيرة اليمين كده خلصت، وكمان الضفيرة الشمال والغرز اللي ما بينهم اصبحت 6 غرز. وزي ما شايفين بدأوا يقربوا على بعض، والغرز اللي ما بينهم تقل. هكمل بقية السطر على حسب غرزة الأرز المزدوجة. ايوه معاكم، لسه مكملة في شغل الضفيرة، وهنبدأ سطر أمامي جديد. وزي ما تعرفين انا ما بشتغلش السطور الخلفية علشان الفيديو طويل جدا، فمعلش انا بعتذر. كده انا خلصت الغرز اللي انا بشتغلهم من غرزة الارز المزدوجة، وزي ما شايفين الغرز زادت معايا ومفيش اي تغيير في شكل الغرزة. ده ليه؟ علشان انا بتبع الخطوات خطوة بخطوة، وبيبقى عناية على الشغل قبل ما ابدأ. هبدأ بعد كده واعمل ضفيرة شمال من 4 غرز، هشيل 3 غرز على ابرة الضفيرة واحطهم قدام الشغل. الغرزة الرابعة هشتغلها غرزة مقلوب، هرجع 3 غرز على الابرة الشمال مرة تانية وهشتغلهم بالغرزة العدل. انا كده خلصت الضفيرة الشمال من 4 غرز، هشتغل كام غرزة؟ 4 غرز بالغرزة العدل عشان اعمل ضفيرة يمين. كده خلصوا الاربع غرز، هبدأ اعمل ضفيرة يمين من 4 غرز، هشيل غرزة واحدة احطها خلف الشغل واشتغل 3 غرز بالغرزة العدل، وبعد كده ارجع الغرزة على الابرة الشمال واشتغلها بالغرزة المقلوبة. يبقى كده عندي شغل الضفيرة كده خلصت، واصبح الغرز اللي ما بين الضفيرتين اصبح 4 غرز بس. هكمل بقية السطر بغرزة الارز المزدوجة. انا ماشية معاكم سطر امامي بالترتيب، يعني السطور الامامية ماشية معاكم سطر في سطر. هنبدأ في سطر امامي جديد، وهنبدأ برضو بغرزة الارز المزدوجة لغاية ما نوصل لغرزة الضفيرة. انا كده خلصت غرزة الارز المزدوجة، هنبدأ وهنعمل برضو ضفيرة شمال من 4 غرز، هشيل 3 غرز على ابرة الضفيرة واحطهم قدام الشغل، وبعد كده هشتغل الغرزة الرابعة مقلوب وارجع مرة تانية 3 غرز واشتغلهم بالغرزة العادية. طيب انا دلوقتي هشتغل كام غرزة بين الضفيرة الشمال والضفيرة اليمين؟ 2 بس، وهيكونوا بالغرزة العدل. كده انا خلصتهم، هعمل ضفيرة يمين، هشيل غرزة واشتغل 3 غرز بالغرزة العدل، وبعد كده ارجع الغرزة واشتغلها غرزة مقلوبة. وبكده يكون عندي الضفيرة اليمين كده خلصت، اصبح عدد الغرز اللي بين الضفيرة الشمال والضفيرة اليمين اصبح غرزتين. احنا ماشيين في كل سطر امامي بنقلل غرزتين، وبكده يكون عندي الضفيرة انتهت. ووصلت معاكم للسطر الامامي اللي بيه هيكون الضفيرة الشمال هتتقابل مع الضفيرة اليمين، يعني مفيش ما بينهم غرز. هنبدأ وهنشتغل الأول غرزة الأرز المزدوجة لغاية ما نوصل لغرزة الضفيرة. وصلت معاكم لغرز الضفيرة الشمال، هنشيل 3 غرز على إبرة الضفيرة وهنحطهم برضو قدام الشغل، بس ناخد بالنا بقى إن الغرزة الرابعة هتختلف في شغلها. إحنا هنا
هنيجي نشتغلها غرزة عدل مش غرزة مقلوب، وهرجع التلات غرز واشتغلهم برضو بالغرزة العدل. طيب انا كده خلصت ضفيرة الشمال وشوفنا طريقتها، هنعمل على طول ضفيرة يمين، هشيل غرزة واحطها خلف الشغل وهشتغل ثلاث غرز بالغرزة العدل، وبرضو الغرزة اللي على ابرة الضفيرة انا مش هشتغلها مقلوب، انا هشتغلها عدل. هنرجع الغرزة اللي على ابرة الضفيرة، ارجعها على الابرة الشمال وهشتغلها بالغرزة العدل، ويبقى كده عندي الضفيرة كده خلصت. الضفيرة الشمال اتقابلت مع الضفيرة اليمين، السطر اللي احنا عملناه دلوقتي اللي هو خاص بالضفيرة الشمال والضفيرة اليمين هنكرره مرتين بنفس طريقة شغل الضفيرة الشمال والضفيرة اليمين. وده الشكل النهائي بعد ما خلصت وكررت السطر الامامي اللي هو فيه ضفيرة يمين وضفيرة شمال من اربع غرز وشفنا طريقتهم، وما ننساش ان احنا بنشتغل السطور الخلفية. طب انا كررت السطر الامامي ده كم مرة؟ كررته مرتين. وده الشكل النهائي للضفيرة، وزي ما شايفين الضفيرة الشمال مع الضفيرة اليمين اتقابلوا مع بعض، والشغل ماشي معايا، مفيش اي غرزة فيها اي لخبطة. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هكمل بغرزة الارز المزدوجة. انا كده الضفيرة عندي خلصت، هنكمل وهنراعي ان في زيادات احنا بنزودها لكم، يا تزودوا كل 8 سطور يا تزودوا كل 10 سطور. هنشتغل بغرزة الارز المزدوجة لغاية ما يوصل عندي الطول 43 سنتي من بداية اول سطر العمل البلاسيه عشان نبدأ نعمل الحد. وبعد ما اشتغلت وصلت بالطول اللي انا عايزاه اللي هو 43 سنتي، ده الشكل النهائي. ناخد بالنا ان عدد الغرز اللي احنا بنزودها على حسب المقاس. انا هنا مقاس ميديم او لارج، بزود لغاية 64 غرزة، بعد كده بشتغل من غير اي زيادات لغاية ما اوصل الطول اللي انا عايزاه وهو 43 سنتي. برضو الطول بيختلف من مقاس لمقاس تاني على حسب حجم المقاس. طيب احنا هنقيس مع بعض وهنشوف انا وصلت. احنا هنقيس من اول سطر في عمل بليسي الكم لغاية ما هنقف، هيكون عندي الطول 43 سنتي. يبقى بالظبط طلع عندي 43 سنتي. هنبدأ نحرد حردة الكم، وناخد بالنا ان حردة الكم هنقفل في بداية السطر الامامي في اوله هنقفل 5 غرز. هنبدأ وهنشوف اول سطر. هبدأ معاكم في عمل السطر الأول لحردة الكم. هقفل كام غرزة؟ هقفل 5 غرز. هنقفل 5 غرز في بداية السطر الأمامي بس، مفيش بعد كده، يعني هنخلص السطر من غير ما نقفل في نهايته. يبقى أنا هقفل 5 غرز بس في بداية السطر الأمامي. طيب انا كده خلصت وقفلت 5 غرز في بداية السطر الامامي. شغلي بعد كده لنهاية السطر من غير ما نقص او اقفل اي غرزة تانية. هكمل بغرزة الارز المزدوجة ونراعي ان احنا نقصنا 5 غرز، وقبل ما نشتغل يبقى عيني على الغرزة علشان يطلع معايا الشكل مظبوط. ناخد بالنا ان انا هقفل 5 غرز بعد كده في السطر الخلفي، يبقى هكمل شغل السطر من غير ما نقص ولا غرزة. دلوقتي هبدأ معاكم السطر الخلفي، وبرضو هقفل 5 غرز بنفس النظام، يعني اقفلهم بالغرزة المقلوب يعني اقفلهم بالغرزة العدل على حسب ما انتوا عايزين. يبقى بعد ما نخلص قفل 5 غرز هنكمل بقية السطر ومش هنقص ولا غرزة. انا كده خلصت وقفلت 5 غرز في بداية السطر الخلفي.
شغلي هكمل بالغرزة الأرز المزدوجة لغاية ما ينتهي عندي السطر، ومش هنقص ولا غرزة، ويبقى كده عندي السطر الخلفي التاني قفلنا بس 5 غرز في البداية. وبعد ما خلصت السطر الأول الأمامي وقفلت في أوله 5 غرز بس، وكملت السطر كله بعد كده بغرزة الأرز المزدوجة وما نقصتش أي غرزة، اشتغلت السطر التاني الخلفي ونقصت برضو في أوله 5 غرز وكملت للآخر. طيب السطر الأول والتاني دول خلاص كده خلصوا. علشان يطلع معايا الحردة المائلة لازم أنقص غرزة في الأول وغرزة في الآخر. من أول هنا هتبع كام سطر؟ 4 سطور، هكررهم 4 مرات، بس ناخد بالنا إن التنقيص يبقى في السطر الأول بس. هنشوف مع بعض السطر الأول الأمامي هيكون إزاي. هبدأ وهشتغل أول غرزة غرزة عدل، بعد كده رمز اس اس كي هسلد غرزة، وبعد كده التانية، وداخل الإبرة الشمال في الغرزتين وأخدهم 2 عدل مع من اللفة الخلفية. يبقى أنا كده نقصت أول غرزة. الغرزتين دول أنا هشتغلهم في الخلف إزاي؟ هشتغلهم بالغرزة المقلوبة. هكمل بقية السطر بغرزة الأرز المزدوجة لغاية ما أوصل لآخر 3 غرز، هشتغلهم 2 عدل معا وبعد كده غرزة عدل. ناخد بالنا إن التنقيص يبقى في السطر الأول بس. هكرر الـ4 سطور، هكررهم 4 مرات. انا كده وصلت لاخر 3 غرز، هيبقى اول غرزتين منهم 2 عدل معا، والغرزة الثالثة هتبقى غرزة عدل، والغرزتين دول برضو هشتغلهم في الخلف هيبقوا عندي بالغرزة المقلوبة. ويبقى كده عندي السطر الاول كده انتهى، السطر الاول سطر امامي. هشتغل بعد كده 3 سطور. السطر الثاني هو سطر خلفي، وده هنشتغله أول غرزتين هيكونوا بالغرزة المقلوب وآخر غرزتين برضو بالغرزة المقلوب، بقية الغرز هتبقى بغرزة الأرز المزدوجة، مش هنقص ولا غرزة. يبقى هنكمل السطر وهينتهي عندي السطر بغرزتين مقلوب. السطر الثالث سطر أمامي، هنشتغل أول 2 وآخر 2 بالغرزة العدل، ومش هنقص ولا غرزة. بقية الغرز هتكون ازاي؟ هيكونوا بغرزة الارز المزدوجة. يبقى احنا ناخد بالنا ان السطر الامامي التالت دوت مش هنقص ولا غرزة، احنا بس هنشتغل اول 2 واخر 2 هيكونوا عندي بالغرزة العدل. بقية الغرز هتكون بالغرزة اللي احنا بنشتغل بيها اللي هي غرزة الارز المزدوجة. السطر الرابع وده السطر الأخير وهنشتغله هيكون سطر خلفي، وأول 2 وآخر 2 هيكونوا بالغرزة المقلوب، بقية الغرز هتكون بغرزة الأرز المزدوجة. يبقى احنا كده عرفنا ان احنا بس بنقص في السطر الأول الأمامي، وشوفنا طريقة التنقيس ازاي. طب الـ4 سطور انا هكررهم كم مرة؟ هكرر 4 مرات. بعد كده هنكرر سطرين بس، سطر أمامي وسطر خلفي. السطر الأمامي هنقص فيه غرزتين، وبرده بنفس النظام اللي هي في الأول برمز اس اس كي وفي آخر السطر 2 عدل معا، والسطر الخلفي مش هنقص ولا غرزة. هنتبع السطرين دول بعد كده لغاية ما أوصل بطول الحردة 20 سنتي من أول سطر بعد ما قفلت 5 غرز. يبقى هنكمل وهنتبع سطرين بس. ومعاكم وصلت لنهاية الفيديو، ووصلنا لنهاية الحردة، ويبقى كده الكم عندي انتهى. انا هنا المقاس اللي انا عاملاه طول الحردة لازم تكون عندي 20 سنتي. بنقيس منين؟ من بعد السطر اللي احنا قفلنا فيه 5 غرز لغاية ما بنوقف، لازم يكون عندي الطول 20 سنتي. مع بعض احنا هنقيس وهنشوف من اول فين. يبقى من اول هنا هنحط وهنقيس لغاية ما وقفنا، يبقى أنا كده وصل طول الحردة 20 سنتي. طبعت سطرين،
سطر امامي بنقص فيه وسطر خلفي ما بنقص لغاية ما خلص عندي طول الحلقة. وبكده يكون عندي الفيديو كده انتهى. انتظروا الفيديو الجزء الامامي. اتمنى ان يكون الشرح واضح، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.